وليد ربحي محمود أبو سفاكة من مدينة بور كرم، جريح انتفاضة أولى سنة 1989 13/6. الفكرة صار عمري يعني تقريبا أبواب 55 سنة، بكيت وأنا صغير ألحق فرس الجمل الله يرحمه وهو يسحر في طول كرم وأبو حسن السويس، وأخذت هاي الفكرة هيك يعني بكيت صغير وأحب هاي الشغايل، وبتعرف هذا تراث عظمة الرسول ويعني بهجة فرحة رمضان وإشي للناس للأهل الشهداء للجرحى لأسران الله يفك أسرهم، يعني إيش اللي نفرح الصغار فيه ننسيهم الهموم العيال اللي إحنا عايشينها، نوجد إشي اللي ينبسطوا فيه الصغار. وحبيت أبسط كل أولاد طول كرم، يعني صلي 35 سنة الحمد لله رب العالمين، وهاي آخر سنة إلي يعطيني العافية، وضع الصحي بسمحش، والسنة الجاي بتعرف راح تيجي تلوج وسكعة، دير بالك يعني بتظل بمخي يعني، بس المرض أذاني كثير وسكعة علي، عندي هشاشة عظام وعندي بثر بالقدم، وضع الصحي خلص الله يعطيني العافية، وكل عام وأنتم بخير للشعب الفلسطيني كله، لأسرانا، لأهل الشهداء، لإخواننا في لبنان، بسوريا، في غزة، غزة العزة، إن شاء الله ربنا بنصرنا وبنخلص من الظلم اللي إحنا فيه. بيعني لي كل إشي، بيعني لي البهجة في البلد، إنك تعمل إشي لأهل بلدك، لناسك، لفلسطين، للكل، أنت عارف في بنابلس، في بالقدس، في كل المناطق والصحراتي. أنا صلي 35 سنة يعني يعطيني العافية، تعبت كثير. والمرض والسكعة بتأثر عليك، يعني معي سكري. الحمد لله رب العالمين. في ناس بدالي وعلمناهم ودربناهم، وأنا مستعد أسلمهم كل العدة اللي معي ويفرحوا ويفرحوا أهل البلد، واللي بنقص عليهم أنا بعمله. بقول لكل الشعب الفلسطيني كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة على أوضاع أحسن من هاي الأوضاع اللي منشوفها كلها دم وحزن وقتل وتعكال، بدنا إن شاء الله وإحنا متحررين وأسرانا متحررين، كل أسرى الأسرى اللي بعرفهم أصحابي وأخوتي صلي سنين مش شايفهم 20 سنة أكثر واحد 20 سنة والله يفك أسرهم، ومن كل أميات الشهداء أنت جبل المحامل أصبرن إن النصر آثم إن شاء الله من البحر إلى النهر.